إذا ربح الإنسان العالم كله وخسر نفسه فما هي هذه الحياة الباطلة. القديس أبا مينا سمع الصوت الإلهي وترك عنه العالم كله ومجداه الفاسد وبذل نفسه للموت وجسده للنار وقبل عذاب عظيم لأجل ابن الله الحي. استحق كرامة عالية المختار الذي مات عن الحق صار مثل كوكب يضيء على الأرض فلهذا رفعه مخلصنا إلى ملكوته وأعطاه الخيرات التي لم ترها عين. عظيمة هي كرامتك أيها القديس أبا مينا المسيح يفرح معك في أورشليم السمائية. السلام لك أيها الشهيد السلام للشجاع المجاهد السلام للابس الجهاد القديس أبا مينا. اطلب من الرب عنا أيها الشهيد المجاهد القديس أبا مينا ليغفر باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. يسرني أن أكلمكم اليوم عن الشهداء. في الواقع إن الكنيسة تضع الشهداء في مرتبة أعظم من جميع القديسين، نضعهم في مجمع القديسين قبل الآباء البطاركة وقبل الآباء الرهبان بل قبل مؤسسي الرهبنة أيضا، ذلك لأن الحياة الروحية تبدأ بمحبة الله، والإنسان لكي يحب لا بد أن يبذل، وأعلى درجة للبذل هي أن يبذل الإنسان حياته من أجل الله. إن الذي يصوم ليس مثل الذي ينال إكليل الشهادة، لأن واحدا يضحي بشيء في راحة جسده والذي يدخل إلى الاستشهاد يضحي بحياته كلها. ولهذا رأينا أعظم القديسين في المسيحية هم الشهداء، وجميع الرسل القديسين كانوا شهداء ما عدا القديس يوحنا الحبيب الذي تعذب كثيرا وإن لم ينل إكليل الشهادة. وكثير من الكنائس تبنى أيضا على أسماء الشهداء، بل كثير من الأديرة أيضا تكون على أسماء الشهداء، وكثير من الأعياد التي تحتفل بها الكنيسة تكون أيضا أعياد للشهداء والقديسين. وقد رأينا الاستشهاد هو أعظم تعبير وأعمق تعبير
عن محبة الإنسان لله، أن يبذل حياته من أجل محبة ربه. وجاء وقت على المسيحية كانت هناك شهوة للاستشهاد، يشتهي الناس أن يموتوا من أجل الله، وكان الشهداء يعطون صورة جميلة جدا عن الشجاعة والجرأة والاستبسال وعدم الخوف من الموت وعدم الخوف من الحكام الوثنيين والرومانيين وباقي أنواع أولئك الطغاة. ونحن نرى في قائمة الشهداء أنواعا كثيرة، نرى رهبانا من الشهداء، ونرى نساء من الشهداء، ونرى أطفالا أيضا من الشهداء، بل نرى أما استقبلت أبنائها يذبحون على حجرها من أجل الإيمان وهي تشجعهم على الموت. وأصبح الاستشهاد يشمل الجميع، بل لعل من أبرز الصور أن مدنا بأسرها كانت تنال إكليل الشهادة، مثلما نسمع عن شهداء مدينة إسنا مثلا، أو كتيبة بأسرها أزيد من 6000 جندي تنال الشهادة مثل الكتيبة الطيبية مثلا، أو 30,000 ينالون إكليل الشهادة وهم يسبحون ويغنون ويفرحون. وتحولت السجون إلى كنائس يرتلون فيها وينشدون الأغاني الروحية، وأصبح الناس يشتهون الاستشهاد شهوة في القلب. ولعل من أبرز الشهداء في كنيستنا القديس ماري مينا مثلا، جمع بين 3 أكاليل، بين إكليل البتولية وإكليل الرهبنة وإكليل الشهادة. عاش حياة النسك والزهد وحياة الصلاة والتأمل كراهب، وعاش أيضا حياة الخدمة في عملية الاستشفاء التي استشهر بها ديره، وعاش أيضا كشهيد. وماري مينا أيضا يمثل النضوج المبكر، لأنه نال إكليل الشهادة وهو شاب صغير. لست أدري في أي سن بدأت قامته الروحية تعلو وهو قد نال إكليل الشهادة كشاب حدث، متى ترهب ومتى نما في الروح ومتى اندفع بكل قلبه وكل حبه إلى مجال الاستشهاد. لذلك شهية جدا سيرة هذا القديس الذي يتشفع به كثيرون ويطلق اسمه على كثير من المسيحيين وعلى كثير من الكنائس وعلى ديره العامر في مريوط، وقد تسمى باسمه أيضا بعض الآباء الأساقفة. نرجو بشفاعة القديس ماري مينا أن يبارك الرب حياة الرهبنة، وأن يعطي قوة وشجاعة لكل نفس تشهد للرب في محبة وفي عمق، ولإلهنا المجد الدائم إلى الأبد. آمين. حيث أن المدعومين أودوكسيوس الجندي السابق بجيش الإمبراطور ديقلديانوس قد رفض إطاعة أمر الوالي بالعودة إلى صفوف الجيش وإنكار مسيحيته والتبخير والذبح لآلهتنا، لذلك قد أمرنا بقطع رأسه بحد السيف وحرق جسده في النار.
السيد السماء مسيح المسيح، لأنك لم تتخلى عني ولم تتركني ليهلكني عدو الخير. احفظني يا رب أيضا في هذه الساعة، أعطني الصبر إلى الثمان، ولتقبل نفسي ذبيحة حب لك، ولأسجد لك في كل حين. سلام يا سيدي القائد. سلام يا بولا. رسالة عاجلة للشيخ. أمر عسكري رقم 61، لقد تعين على فرقة الروت ليكون بقيادة القائد أثناسيوس التحرك فورا إلى منطقة مريوط غرب الإسكندرية لصد هجوم قبائل البربر وحماية المريوطيين هناك. ارفعوا الخيم وبلغ الجنود بالاستعداد للتحرك فورا. مالك واقف ليه؟ دي مؤامرة رومانية يا سيادة القائد. علشان اختاروا فرقتنا لصد هجوم البربر؟ ايوة، لانهم عارفين ان الفرقة اغلبها مسيحيين والرومان لسه بيضطهدوا المسيحية. بولا يا ابني ما تخافش، ده واجب وطني، ومريوط دي جزء من وطننا، لازم نحميه وندافع عنه. ما تخافش، البربر دول ناس متوحشين ما عندهمش رحمة. الجندي والقديس الشهيد ماريمينا لما انضم للجيش كان صغير زيك، لكن قلبه كان شجاع، ما كانش بيخاف ابدا. الايام اللي قضيتها معاه في الجيش مش هنساها، يوم استشهاده مش هيروح من ذاكرتي ابدا ابدا. كان شاب هادي مليان نعمه وبركه، صوره السيد المسيح على الارض. اسمع، انا جات لي فكره، احنا هناخد جسده معانا في المعركة علشان نتبارك بيه. ايوة، انا واثق ان بشفاعة ماريمينا ربنا هيمنحنا النصر. تعال معايا.
أيها الجند الشجاع والقديس العظيم مريمينا، سامحنا، سامحنا إذا كنا تجرأنا وأخرجنا جسدك الطاهر كي نحمله معنا في الحرب. مريمينا، أنت كنت جندي زينا واشتركت في حروب كتيرة، وأنا مؤمن إن شفاعتك مقبولة أمام السيد المسيح كي يمنحنا النصر على قبائل البربر. امنتوا بقى ان اللي كانوا معانا اكتر من اللي كانوا علينا؟ طبعا يا جناب القائد، اللي حصل ده معجزه. انا بمجرد احساس ان جسد مريمينا بينا خلاني احارب قد 10 جنود. فعلا احنا ما كناش بنحارب لوحدينا، الله كان بيحارب معانا، وجسد مريمينا كان بيعضدنا. مستعد للتحرك يا سيادة القائد. عظيم، حطوا جسد مريمين على جمل وخليه يمشي في المقدمة، واحنا هنحصلهم بالحصيرة بعد شوية. تحت امرك يا سيادة القائد. ايها الاله العظيم رب الجنود، لقد تحقق وعدك وتبدد من امام وجهك كل مبغضيك، اما شعبك فظل كما هو، ألوف ألوف وربوات ربوات. في ايه يا رجالة؟ مالكم واقفين كده ليه؟ الجمل ده مش عايز يتحرك. يمكن تعبان من المعركة. شيل الصندوق وحطه على جمل تاني. ده تالت جمل نحط عليه الصندوق وما اتحركش. نشيل الصندوق الجمل بيتحرك. خلاص يا رجالة، يبقى احنا هنستنى هنا النهاردة. ليه يا جناب القائد؟ مريمينا بيقول لنا انه عاوز يندفن هنا في مريوط. احفروا قبر وشوفوا لي احسن رسام في الفرقه. امرك يا جناب القائد. ده احسن رسام في الفرقه يا سياده القائد. عظيم. شوف يا ابني، انا عاوزك ترسم لي صوره بالحفره على الخشب للشهيد القديس مريمينا. انا هوصف لك شكله لاني خدمت معاه في الجيش 3 سنين. المهم عايزك ترسم بجانب صورته وحشين على هيئة جمالين ليهم رقاب طويلة زي الوحوش اللي طلعت لنا بالمية واحنا جايبين جسده معانا على السفينة. بالظبط، بس عايز شكلها بجانب انه يدي معنى الوحوش الشريرة اللي خضعت للجسد لما طلع منه سهام نارية، يدي كمان في نفس الوقت معنى الجمال اللي رفضت تتحرك من المكان ده. وتعمل لي نسختين، واحدة تندفن مع الجسد والتانية تفضل معانا نتبارك بيها. تحت امرك يا سيادة القائد، بس يا ريت تحكي لي كل التفاصيل عن حياته علشان ده هيساعدنا كتير في رسم صورته. وانا بعد اذنك هدون كل اللي تحكيه عنه عشان يفضل الاجيال الجايه. مريمينا كان ليه وجه جميل معبر، وجه يجمع ما بين براءه الطفوله
وشجاعة الفرسان. مريمينا كان شاب هادي قليل الكلام كتير الحكمة. أبوه وأمه كانوا مسيحيين. والده كان من طبقة الحكام المقربين للرومان. والده كان والي على مدينة نيقيوس اللي في الدلتا. لكن الإمبراطور نقله لبلد تاني. فضلوا نوّجتم البلد ونوّجت البلد. من ساعة ما جالنا الخبر إن حضرتك هتتنقل وتيجي عندنا والبلد كلها هتطير من الفرح. أنا متشكر قوي على الحفاوة العظيمة اللي استقبلتونا بيها. شهرة حضرتك في الحكم بالعدل والرحمة ومساعدة المظلوم والمحتاج نعرفها من سنين. ربنا يزيدك من نعيمه. متشكر خالص. بينا احنا بقى عشان يستريحوا. بقالكم يومين في السفر من الدلتا لحدود ليبيا، مشوار طويل. عن اذنكم. اتفضلوا. ودعونا بدموع الفرات وهنا استقبلونا بالزغاريد والدراديب. كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. بعد الاستقبال ده خلاص ما عدتش زعلان ان الامبراطور نقلك من الدلتا لحدود ليبيا، لكن انا زعلان على اخوك اللي مال الحسد قلبه واثار الامبراطور ضدك. ليه يسمح لشيطان يلعب بيه ويسخره في الشر؟ انتم اخوات عشتوا طول عمركم مع بعض. ما تستغربيش، السيد المسيح مش شبه الانسان بالزرع والاشجار وقال ان فيها اشجار بتنمو بلا ثمر لانها بتبتعد عن الكرمة الحقيقية. ثمر؟ طب احنا سالكين حسب وصايا الله، ليه ربنا ما اديناش اطفال؟ الخلفة مش ثمر؟ أفهمية، ثمر الحياة مش مقصور على الخلفة وبس. الأسر اللي كنا بنساعدها والأطفال اليتامى اللي كنت بتراعيهم دول من ثمار حياتك الروحية. بس كل أم بتتمنى طفل من بطنها. لازم نصبر ونطيع إرادة الله سواء استجاب لطلبتنا أو لا. أنا صبرة وخضع لمشيئته، لكن بتسائل بتحاجج مع ربنا زي ما بيقول الكتاب. ليس لنا إلا الصلاة والصوم، الصلاة والصوم والخضوع لمشيئة الله. يا عذراء، يا أم النور، يا معدن الطهر والجود، يا أم كل الشفاعات، شفعيلي قدام ابنك رب المجد يسوع المسيح. اتشفعي لي انه يرزقني بابن. انتي ام وتعرفي قد ايه الامومة حلوة وغالية. يا رب يسوع المسيح انظر الى ذلي وعاري قدام الناس. يا رب انزع عني عاري زي ما نزعته عن سارة وادتها اسحاق، وعن حنة وإدتها صمويل، وعن أليصابات وإدتها يوحنا، وغيرهم كتير اتحننت عليهم ورزقتهم بأولاد. يا رب اتحنن عليا وارزقني بابن. لكن لتكن يا رب أولا وأخيرا لا إرادتي بل إرادتك. آمين. 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 أم النور، أم النور، أم النور، أم النور كلمتني قالت لي أمين. أم نور كلمتني قالت لي أمين. صدقوني السور اتكلمت قالت لي أمين. صدقوني قالت لي أمين. صدقني يا أودوكسيس،
أم النور كلمتني، سمعت صوت زي أجراس من الإزاز، ولقيتها بتحرك شفايفها وبتقولي أمين أمين أمين. أم النور شفاعتها قوية ومقبولة أمام ابنها، وكلمة أمين معناها استجاب. عهدك يا أم النور، لو ربنا رزقنا بابن هنسميه مينا. مينا؟ وش معنى مينا؟ مينا لو شلت حرف الألف الأخير وحطيته في الأول يبقى أمين. أمين اللي قلتها لي أم النور 3 مرات وأنا بصلي في كنيستها قدام أيقونتها في عيد صعود جسدها الطاهر للسماء. حمدك يا مينا بسم الله، والاب الروح القدس أخيون. قومت من على السرير، ما صحتنيش ليه؟ علشان اصلي معاك نص الليل زي ما تعودنا. بس انت تعبانه يا امي، ارجوكي استريحي على السرير. لا
أنا هركع جنبك وحصل لي معاك الصلاة في نص الليل بيبقى لها طعم تاني. مينا، أنا واثقة إن إيمانك القوي ومحبتك الكبيرة للسيد المسيح هتخليك تصمد قدام التكربتين اللي سمح بيهم ربنا يكون ورا بعض. ارجعي نفسي الى موضع راحتك فان الرب قد احسن اليك. ابي وامي قد تركاني، اما الرب فقبلني. أبي وأمي قد تركاني، أما الرب فقبلني. اسمعوا يا إخوتي، كل اللي كان ماشي أيام أبويا أمي هيستمر. أي واحد له احتياجات يقول لي عليها. أنا أخوكم الصغير وخدمكم وتحت أمركم. ربنا من محبته ليا اديني خيرات كتيرة ويسعدني انكم تشاركوني فيها. تفضلوا تفضلوا. عم فرملان، اهلا اهلا. تفضل تعالى يا مينا يا ابني، عايزك في كلمتين. حاضر. معلش قوم انت بالتوزيع، ما تبخلش على حد، ادي كل واحد طلبه. حاضر. ايه انت ناوي تعيش حياتك كده من غير عمل؟ من غير عمل ازاي؟ ما انا مشغول على الاخر ما بين الخدمة والكنيسة. وده عمل يا مينا يا ابني؟ الخير كتير وانا مش محتاج لمصدر رزق. اولا انت بالطريقة دي كل اللي ورثته عن ابوك وامك هينتهي. ابويا وامي ده انا ورثت عنهم حاجات اهم، هي دي اللي بتمنى انها ما تنتهيش لكن تزيد يوم من بعد يوم. حاجات؟ حاجات ايه دي يا ابني؟ محبه الله ومحبه الناس وطاعه الله وحفظ وصاياه والعمل بيها. مينا يا ابني اسمعني كويس، في منشور امبراطوري هيصدر بتجنيد كل اللي بلغ سنهم 15 سنه فما فوق، يعني هتدخل الجيش سواء باختيارك او من غير اختيارك. يعني اوامر، طالما ما بتخالفش تعليم المسيح يبقى لازم اخضع لها. يبقى من الافضل انك تدخل الجيش باختيارك وتنضم لفرقتي، على الاقل تبقى تحت رعايتي. الامبراطورية الرومانية كبيرة جدا ومين عارف يمكن يحدفوك في مكان بعيد. ايه قلت ايه؟ هقول ايه اللي تشوفه. حضرتك صديق المرحوم والدي وانا زي ابنك، وده اللي دفعني يا ابني اني الحق واقول لك قبل ما يصدر القرار. اصل اللبس ده بيفتح كل الابواب المقفله. ده لولا اللبس اللي انت لابسه ده كانت ضربتك بالقلم. تقدر تضرب جندي في جيش الامبراطور دقلاديانوس؟ ده كان جيل الامبراطور بنفسه وتعربتها البيضة الحلوة الجميلة. سلام يا اخواتي. سلام. قول حرب يا اخواتي، احنا داخلين على حرب مش سلام. تعال خد لك كاسين صنف ممتاز متعتق في قبرص. متشكر اثناسيوس، عايزك في كلمتين لو سمحت. حاضر يا مينا. والكلمتين دول يعني ما ينفعوش هنا؟ مالك
انكتمت ليه؟ مش عارف، الراجل ده لما بشوفه لا بعرف اشرب قدامه ولا اهرج قدامه ولا اعمل اي حاجة خالص. وانا كمان اول ما بيبصلي بنكتم على طول، ما عرفش ليه. تعرف انت انا بنكتم ليه؟ لا يا اخي سيناسيوس، احنا لازم نحفظ نفسنا في وسط العالم. ازاي بس يا مينا؟ ده احنا عايشين معاه، بناكل بنشرب بننام بنصحى معاه. ومال المسيح مش قال في وسط جيل معوج ومرتو تدقون بينهم؟ صح. طيب احنا لو سيبنا نفسنا نضيع يا سيناسيوس، حياتنا في وسط العالم زي السفينه في وسط الميه عايمه فوقيها، والميه لو دخلت جواها هتغرق وتضيع في بحر خطايا العالم. صح، كلام جميل، بس تنفيذه صعب. تنفيذه صعب لو اعتمدنا على قوتنا البشريه، والمسيح كان عارف كده كويس وقال بدوني لا تستطيعون شيئا، والغير مستطاع عند الناس مستطاع عند الله. ايوه مينا، بس اديك شايف ضحكهم وتريقتهم علينا. نطلب المعونه باستمرار، نبعد عن الشر نهرب منه زي ما هرب يوسف الصديق وقال كيف اصنع هذا الشر العظيم واخطئ الى الله. تعالى تعالى يا سيناسيوس، تعالى نتامل جمال الطبيعه وعظمه الخالق، تعالى نرفع اصواتنا بالتراتيل ونلغي اصوات الشر والفجور. تعالى. من الامبراطورين المنتصرين دقلديانوس وماكسيمانوس، نعلن على الكل ان يطرحوا لما حظينا به من النعمه والنصر على الاعداء بهذه الآلهة التي حفظتنا وقد تمتعنا بخيراتها الوفيرة. ولذا نأمر الآن كل أحد تحت سلطاننا أيا كان، قائدا أو مقدما، كبيرا أو رئيسا، جنديا كان أم مواطنا، أسقفا أو قسا أو شماسا أو خديما أو قارئا أو راهبا، صغيرا أو عظيما، عبدا أو حرا، رجلا او امرأة، ان يعبد الكل الهتنا ابول وارتميس. السجود يا ابول وارتميس، السجود يا ابول وارتميس. ونحن نأمر كل جنس من الناس الذين تحت طاعتنا انه بمجرد قراءة هذا المنشور ان يقوم الجميع بتنفيذه، ليس بتواني ولكن بهمة، وكل من لا يفعل هذا سيعاقب بقسوة حتى لا يستطيع أحد أن يفلت من أيدينا. توقيع دقلديانوس وماكسيمانوس. عاش الإمبراطوران العظيمان! عاش الإمبراطوران العظيمان! عاش دقلديانوس وماكسيمانوس! عاش دقلديانوس وماكسيمانوس! عاش دقلديانوس وماكسيمانوس! عاش دقلديانوس وماكسيمانوس! ولنشرب نخب الإمبراطورين العظيمان! إلهي ومخلصي يسوع المسيح، رشدني إلى الطريق التي أسلك فيها لأن إليك رفعت نفسي. أنقذني من أعدائي يا رب، فإني لجأت إليك. علمني أن أصنع مشيئتك لأنك أنت هو إلهي. فكرة عملانة الجندية ده، انت ترقيته بقيت ضابط، ده حتى الوالي وجبار القادة قدوا على شجاعتك. يا عم فرميلياني، حضرتك لما جيت وعرضت عليا اني التحق بجيش الامبراطور دقلديانوس وافقت، لانه كان ايامها مؤمن بالمسيحية، لكن بعد ما سمعنا منشور بتاعه ازاي يكون جندي في جيش امبراطور انكر مسيحيته ورجع لعبادة الاصنام؟ ممكن تفضل على عاطفتك وتستمر برضه ظابط في الجيش. ان كان الله هو الله فاعبدوه، وان كان البعل هو الله فاتبعوه. لا يا عم لا، انا ما اقدرش اخدم المسيح والبعل، انا خلاص بنعمه السيد المسيح اتخذت عده قرارات ومش هتراجع عنها. عده قرارات ايه تاني غير ترك الجيش؟ عايز ابيع كل الاطيان اللي ورثتها انا ويا امي. انت نويت تبيع ميراثك كمان؟ علشان نحصل على الميراث الذي لا يفنى ولا يضمحل، والقصر ده كمان عايز حد يشتريه. مين يا ابني؟ ده قصر المرحوم والدك. وابيع كمان كل الجواهر اللي عندي علشان اقتني الجوهره الكبيره، الحياه الابديه. وهتعمل ايه بالفلوس اللي هتبيع بيها كل الحاجات دي؟ هدفع بيها العربون. عربون
عربون ايه يا ابني؟ عربون المدينة العتيدة ذات الاساسات القوية، اورشليم السمائية. انا خلاص مش شايف اي معنى للنقود غير انها تبقى حق للفقراء والمساكين. هتوزع كل اموالك وميراثك على الفقراء؟ لا يا ابني، لا لا اسمح لي، ده جنون جنون. طب وزع جزء وخلي لك جزء. انا خلاص هتجه للصحراء، هصلي واتعبد، وهناك هبقرع شوية غنم وجمال ومش هحتاج لأي اموال. شاب سري مرموق ضابط في جيش الامبراطور يترك حياة القصور والطرف والعظمة ويستبدلها بالصحراء والجفاف، تسيب قيادة الجيوش وترعى شوية غنم وجمال. من أجلك يا إلهي أخسر كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية لكي أربحك. الوالي بيسأل عنك يا مينا وعرف انك خلعت لبس الجندية، ارجع يا مينا. افهمني يا سناسيوس، انا من زمان كنت ناوي اعتزل على العالم واتوحد في الصحراء، والمنشور ده هو اللي خلاني اعدل بالتنفيذ. يعني مطلوب من كل واحد انه يعمل كده؟ لا طبعا، بس مطلوب من كل واحد انه يجاهد في الميدان اللي بيعمل فيه لخلاص نفسه والمجد اسم الله القدوس. خلاص خليك هنا وجاهد معانا هنا. انا دخلت الجيش مرغم يا اثناسيوس، اوعى تفتكر ان الحياه في الصحراء ما فيهاش جهاد. لا، الجهاد في البريه صعب، جهاد مع قوات الظلمه، جهاد مع اجناد الشر السمائيه، جهاد مع قوات ليست من لحم ودم. انت بتهرب يا مينا، فعلا بتهرب للصحراء علشان خايف من الاضطهاد والعذابات. للاسف كنت فاكرك شجاع وهتصمد. صلي لي يا اثناسيوس. يا يسوع صرخت من وسط الجموع وخرجت للبراري بقنوع، ركعت صليت في خشوع وناديك يا يسوع. صرخت من وسط الجموع وخرجت للبراري بقنوع، ركعت صليت في خشوع وناديك يا يسوع. يدك يا حبيبي يا حبيبي يسوع، يدك يا حبيبي يا حبيبي يسوع. قبلت لم أصبح غر وذقت الحلو من مر وعينت الجمال في الغفر وعرفت الغنى في الفقر. أقبلت فلم أصبح غر وذقت الحلو من مر وعينت الجمال في القفر وعرفت الغنى في الفقر. أقبل يا حبيبي يا حبيبي يا يسوع. أقبل يا أقبل
الصحارى في قلبي وأرى يسوعي بقربي. اغمرني بحبك يا رب، اغمرني بحبك يا ربي. تخضر الصحارى في قلبي وأرى يسوعي بقربي. اغمرني بحبك يا استنى استنى، ما تصحش واحدة ست تدخل مخارة ناسك. وما هتسيبهم يموتوني؟ هو انت مش جندي ولا ايه؟ يعني فيك الشهامة والمروءة. ارجوك ارجوك يا مينا ارجوك. تعرفت كل المعلومات دي عني ازاي؟ اذا كنت انسانة صحيح روحي وربنا هيحميك من البرمجة، بس لو كنت اشتمر صورة امرأة فلينتهرك الرب يسوع ويحرقك بقوة الصلاة. يا رب يسوع المسيح يا رب يسوع المسيح عيني. عدي لا سلام ولا تحية. سلام. مالك شكلك كده زي ما تكون تايه. انا تايه في طلب رحمة المسيح. عظيم عظيم، عايش لوحدك في الصحراء دي كلها؟ خد رحمتك، هتلاقيها منين ولا منين؟ من الوحوش ولا من الشياطين؟ ان صرت في وادي ظل الموت لا اخاف شرا. هايل، نازل تجيب خبز وميه مش كده؟ الخبز معايا والميه اهي، خدهم اقبلهم مني. متشكر، بس مش عارف الاول انت مين وهديتك دي ليه. كل الاول واشرب وبعدين نتفاهم. كفاك صيام يا اخي، كفاك صيام، اقبلهم مني. طوعني طوعك. انت مين؟ الأرض دي كلها، كل مكان على الأرض ملكي. أنا ملك العالم كله من رب الأرض وملؤها. مكتوب إن رئيس هذا العالم رئيس لمن يخضع لك ولسلطانك الشرير. هتخضع ليمينة. ليس لك سلطان على أبناء الله، فقد حملت في جسدي سمات الرب يسوع. هتتغرش في نفسك يا ابني. هتيجي ايه جنب اللي سبقوك واخضعتهم لسلطاني؟ انت لسه صغير. ده مش غرور، لوحدي انا اضعف من اضعفكم، لكن بنعمة السيد المسيح اللي عامله فيا اقوى من اقواكم. بإشارة الصليب المحيي انصرف عني يا ملعون. مبارك انت يا مينا، لانك دعيت للتقوى منذ حداثتك، لذلك ستنال ثلاثة أكاليل لا تفنى ولا تزول بحسب اسم الثالوث القدوس الذي من أجله جهد. واحد من أجل بتوليتك، والثاني من أجل حياتك النسكية، والثالث من أجل استشهادك،
وسيصبح اسمك مشهورا بين الشهداء، والمجد الذي ستحصل عليه في الملكوت سيكون أكثر آلاف المرات من ذلك الذي أعطيه لك في الأرض. مستحق مستحق مستحق. مصيبة كارثة. تصور جنابك واحنا في الميدان العام بنحتفل ونبخر لأبولو أرطميس آلهتنا العظام، يقتحم علينا الاحتفال هذا الشاب ويجاهر بمسيحيته ويفسد لنا الاحتفال. انت ازاي تتجرأ وترتكب الحماقة دي؟ يا جناب الوالد، الشاب ده وشه مش غريب علينا. فعلا. انت اسمك ايه؟ مينا أودوكسيوس. مينا أودوكسيوس. مينا أودوكسيوس، مش انت اللي كنت ظابط في فرقة لوترياكون؟ وضع سؤال، انت الظابط مينا اللي كنت واحد من قوادي؟ ايوه، كنت ظابط في جيشك، لكن فضلت ان اكون جندي في جيش الخلاص الذي لربي ومخلص يسوع المسيح. يعني هربت من الجيش؟ يعني مرتكب ثلاث جرائم: هروب من الجيش، واعتناق المسيحية، واقتحام احتفال لآلهتنا، والدعوة للإيمان بالمسيح. أنا تذكرته كويس، ده كان ضابط شجاع وملتزم وكفء. خسارة، إحنا محتاجين ضابط زيه في الجيش. يعني نحاول نكسبه ونضمه لينا، لأننا مش هنستفيد حاجة من موته. اسمع يا مينا، انت ليك كم سنة هربان من الجيش؟ انا خلعت لبس الجندية ولبست ملابس الصحراء من 5 سنين. خمس سنين. معلش، انا حنسى جريمتك ده. هيج وحنا يا جناب الوالي، ده تهجم على الاحتفال بمنتهى الجرأة وقعد يتكلم عن المسيح. برضو معلش، كل ده هيتصلح لما يرجع يلبس ملابس الضباط ويبخر لأبولون وأرتميس يطلب السماح منهم. اسمع مينا، انا هرجعك الجيش تاني في رتبة اعلى من اللي انت كنت فيها، لانك كنت ظابط ممتاز. يا جناب الوالي، وفر على نفسك كل وسائل الترغيب. انا خلاص وهبت حياتي للسيد المسيح، ومهمتي اللي جيت علشانها من الصحراء اني ابشر بالهي واقوي ايمان اخوتي امام اضطهادات وعذابات دقلديانوس وميكسيميانوس واتبعهم الاشرار. انت ازاي تتجرأ وتقول الكلام ده قدام الوالي يا وقح؟ خدوه اسجنوه 5 ايام، ولو استمر على عناده ادوله 40 جلدة. 39 40 حلوين الاربعين جلدة دول. محدش هتجرب 40 جلدة زي الخلص الصالح. أرجوك اسلوهم جلدة وأكتر. بس كده؟ 41 42 43 44 45 46. بتقول ايه؟ ولا كأنه اتجلد امبارح؟ تكونش انا اللي جلدته بنفسي. خدوه علقوه على العجله. ارحم شبابك يا مينا، بخر واسجد لالهك، انقذ نفسك. انقذ نفسي وامهلك نفسي. يعني التعذيب رهيب، هتعبت على احمد. المسيح جنبي وهديني قوه لاحتمال العذاب، وهيعوضني عن كل العذابات دي بحياه ابديه واكاليف سمائيه. طير العجله. ولا ندورها مرة تانية؟ كل العزمات بشتيها من اجل محبتي للمسيح، والملائكة حواليا بتدمر جراحاتي كده.
دورها انت مرة تانية. مش عارف ايه عذاب. حد منكم ساء خمره ولا مسكر؟ خمري هو المسيح فهو يسكرني بحبه. اسمع يا مينا، انا لسه عندي وعدي. اذا انت بخرت الابولون وارتميس وسجدت ليهم انا حافي عنك. لسه فاكر اني ممكن اشترك معاك في اعمال الظلمه كده؟ انا عايزكم تدوروا العجله دي مرتين وثلاثه وعشره لغاية ما تقشطوا جلده، ولما يتهري جسمه تدلكوه بشعر خشن مبلول بالملح ومبلول بالخل. هتقدر تنزع جلدي لكن مش هتقدر تنزع رداء روحي، لانه مصنوع من نسيج الايمان والحب. انا هتفنن معاك في الوان تعذيب جديدة. هتمل من التعذيب وانا هفضل صامد للنهاية بمعونة الهي. اسمع يا مينا، انا حديك مهلة يومين علشان تراجع نفسك، يمكن ترجع لعقلك. تعال معايا. انا مش عارف ازاي بتقدر تتحمل العذابات دي كلها، كأنه مش جسمك اللي بتعذب. مينا سواسي سامحني يا مينا، سامحني. أنا أسأت الظن بيك كتير يا مينا، أنا ظلمتك كتير. أنا اللي كنت فاكر إنك هربت للصحراء علشان خايف من الاضطهاد. سامحني سامحني يا مينا، سامحني سامحني يا مينا. أنا ظلمتك كتير، ظلمتك كتير يا مينا، ظلمتك كتير. سامحني ازاي 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 انا كل ما ازيد في عذابه كل ما يزيد في احتماله. المسيحيين دول لهم اتصالات مع الشياطين والصحراء ولهم افكار عن الموت غريبة. دول بيشتهوا الموت. بيشتهوا الموت؟ ايوة، انا قريت آية عندهم بتقول لاشتهاء ان اموت. ان اموت ذاك افضل جدا. مفيش طريق التعذيب الا واستعملتها معاه. حطيته على البنزين، كسرت اسنانه، حطيته على حديد وسخنت تحت منه بالنار. اعمل ده انت واقف كده ليه؟ ما تفكرولنا بحاجه تانيه. مساله التعذيب دي بتجيب نتائج عكسيه. بالظبط بالظبط. كتير لما بيشوفوه متحمل العذابات بينخدعوا فيه وبيأمنوا بالمسيحية. طيب دلوقتي هعمل ايه؟ احنا نقطعه ونخلص منه. نقطعه نصين، نجيب منشار حديد ونقطعه قصاد الناس، ولما نشوف الهه هيعمل له ايه. حديد زي حتة الشمع لما تتحط في النار. ما قلت لك يا جناب الوالي، السحر كل يوم بيعيشوا زيادة وكل عذاب بيتحملوا بيخلي المئات والقلوب بيؤمنوا بيه. ده صحيح، وأبولو وأرطميس هيغضبوا علينا عشان مخلين واحد كافر زي ده عايش لغاية دلوقتي. احنا نقطع راسه بحد السيف وننهي الأمر. خلاص اكتب الأمر ده ونفذه بكرة. غلبتني يا مينا.
ابن الحبيب مينا، قد حان الآن وقت استشهادك، والأمجاد السماوية في انتظارك، وكما آمن الآلاف خلال عذباتك سيؤمن آلاف آخرون ساعة استشهادك. فبعد تمام استشهادك سيلقون جسدك في النار لمدة 3 أيام، ولكن النار لن تمسسه. إمبراطوري، حيث أن المدعومين أودوكسيوس الجندي السابق بجيش الإمبراطور ديقلديانوس قد رفض إطاعة أمر الوالي بالعودة إلى صفوف الجيش وإنكار مسيحيته والتبخيل والذبح لآلهتنا، لذلك قد أمرنا بقطع رأسه بحد السيف وحرق جسده في النار، توقيع بيروس والي الإمبراطورية الرومانية. يا ترى لك اي طلبات قبل تنفيذ الحكم؟ كلمة صغيرة. اتكلم. يا اخوتي، لقد سمح الله ان انطلق اليه نحو الامجاد السماوية هذه الساعة، ولكي يزداد ايمانكم برب الجنود يسوع المسيح، اقول لكم ان جسدي عندما يلقوني في النار بعد موتي لن يحترق، لن تمسسه النار ابدا، فهي علامة لكم ليشتد إيمانكم، ومن كان له أذنان للسمع فليسمع. هو ده طلبك؟ نفذ الأمر يا سيد القائد. ولم تتركني ليهلكني عدو الخير فأصبح عبدا من عبادة الأصنام، بل أعطيتني أن أمجد اسمك القدوس، فاحفظني يا رب أيضا في هذه الساعة، أعطني الصبر إلى التمام، ولتقبل نفسي ذبيحة حب لك، ولأسجد لك في كل حين. فعلا تحقق الوعد الإلهي، وفضل جسد مريمينا في النار 3 أيام وما اتحرقش، خدناه وكفناه وحطناه في المقصورة. أيها الإله العظيم رب الجنود، يا من قلت على لسان داود النبي إنك لن تجعل قدوسك يرى فسادا، يا إلهي نستودع جسد قديسك وحبيبك مريمينا هنا
في هذه البقعة من الصحراء المعرضة للهجمات البربرية الوحشية من جميع الجهات. نستودع جسدك الطاهر يا مارمينا في هذا القبر الصغير إلى أن تسمح إرادة الله بظهوره لمؤمنيه مرة أخرى في هذا الجيل أو في الأجيال المقبلة من بعدنا حسب مشيئة الرب الإله. ومرت عشرات السنين وأصبح هذا القبر الذي يحتوي جسد الشهيد مارمينا مجهولا، حيث توالت هجمات بربرية أخرى وضاعت معالم القبر ومعالم المكان أيضا بمرور الزمن. تعال بس وما تخافش كده، هتخف دلوقتي وهتبقى عالي العال، والجرب اللي في جتتك دون هيطلع على طول. اصل بقى الارض دي بقى مباركة، ليه ما اعرفش، هي مباركة وبس. ما تسألنيش، مبروكة وبس، انا ما اعرفش. سبحانك يا رب، سبحانك يا رب، مش قلتلك هتخف على طول. وريني كده باسم الصليب. المعزة خفت بصحيح. انت طلعت منين يا واد يا فلاتيك؟ انت قاعد هنا ومستخب وسايب امك بتدور عليك. المعزة خفت بصحيح وبقيت عالي العال. يعني المعزة عند ربنا اهم واحسن من البني ادمين؟ ليه بس يا ابني كده، هي كلها خلقته وصنعت يا ليه. يعني التراب ده يشفي المعيز وما يشفينيش انا؟ ليه انا زهقت يا عم مرقص، خلاص من عشتي دي، خلاص زهقت. يا ابني مش كده، ما تطلبش من ربنا الشفاء بالطريقة دي. السيد المسيح لما صلى مش قال يا أبتاه إن أردت أن تعبر عني هذه الكأس، ولكن فلتكن لا إرادتي بل إرادتك. ربنا مش شغال عندنا نؤمره وينفذ. على إذنك لحسن سايب بقية القطيع لوحده. يا رب يا رب، انت قلت لقد ناقشتكم على كفي، وقلت انتم افضل من عصافير كثيرة. يا رب اعتبرني خروف من الخرفان بتوعك وشفيني. لا، لكن انت علمتنا لتكن لا ارادتي بل ارادتك، لتكن لا إرادتي بل إرادتك، لتكن لا إرادتي بل إرادتك. لتيك لتيك، قم قم يا فلتيك، قد استجاب الرب الإله لطلبتك، قم وقف على رجليك. أقف على رجليه؟ أيوة، وليتمجد الله في علاه. يتمجد اسم الله، يتمجد اسم الله، يتمجد اسم الله، يا ناس، يا أهل مريوط، يا أهل البياض، تعالوا شوفوا
كسيح ما عادش كسيح. تعالوا يا ناس، الرمل المبروك شفته، تعالوا اهل البياض، يا اهل مريوط. امي شايفة امي بتمشي زي المجنبين. تبارك اسمك يا رب، تبارك اسمك يا رب. المعجزات ما بتنتهيش يا فلاتيكا، اسم قريتنا بقى على كل لسان. ده فيه ناس بتيجي من بعيد قوي يا امي. كنت فتحة خير عليهم يا ابني، بعد ما كانت الرملة ما بتشفيش غير الخرفان وبس، بقت بتشفي الناس كمان. لا مش الرملة بس، ينبوع المية اللي انفجر في المكان ده عمل بحيرة مية. المية والرملة يا امي هم اللي بيشفوا الناس. عملت زي بركة سلوان اللي ميتها كانت بتشفي اول ما الملاك ينزل يحركها. يا ترى ايه سر بركة المكان ده؟ اكيد في حاجة مبروكة. اظهر لنا يا رب سر المكان ده ايه. اهو ده المكان يا مولاتي. طب روح انت وباقي الحراس شوفوا حتة تستريحوا فيها. حاضر يا مولاتي. اهلا وسهلا. يظهر ان حضرتك شخصيه مهمه جدا، اميره ولا ملكه؟ انا هنا انسانه بسيطه جايه اخد بركه المكان ده. انت هنا من زمان؟ انا اول واحد خد بركه الشفا في المكان ده، ومن يوميها وانا باجي كل يوم، وهفضل اجي باقي ايام حياتي. وايه اللي بيشفي هنا، التراب ولا الميه؟ الاثنين. تحبي تاخدي بركه الشفا؟ متشكره، انا عايزه ادعي جسمي كله بالرمل والميه المبروكه دي عشان انا مريضه. اتفضلي، ربنا يشفيكي. لو سمحت، بصراحه انا مرضي معدي واخاف الوس الميه والرمل دول. الميه والرمل اللي بيدوا بركه الشفاء يتلوثوا، تيجي ازاي دي؟ ما تخافيش. هو حضرتك مريضه بايه؟ بالجزام. شفت أتيك تخضيت أول ما سمعت كلمة الجزام. أصل بيقولوا إنه مرض خطير جدا، وإن اللي بيعيا بيه أطرافه بتقع حبة بحبة. إنما إزاي حضرتك يعني؟ إذا ما خفتش كلها أسابيع ويحصل لي كده، تدبل أطرافي تقع. إن شاء الله ربنا عايش فيكي، إن شاء الله. قول لي يا فلاتيكا، اللي بيخفوا بيحسوا بإيه؟ بيحسوا بقوة وحرارة بتسري في كل حتة مريضة عندهم، ويختفي المرض على طول. ربنا يديكي على حسب إيمانك. أنا اتفزعت لما شفت وشها، وشها أبيض وجميل، لكن المرض اللعين شوهه. يا سلام، لو ربنا استجاب لها وشفيت، أكيد أبوها الملك حيوضى بالمكان ويعملوا مزار. مزار؟ مزار لمين؟ إن كنا إحنا ما نعرفش سبب بركة المكان ده إيه. الليل قرب يدخل جنب الأميرة، ولازم نمشي دلوقتي. لا، روح نصبوا خيمة ليكم، احنا هنبات هنا ليلاتي. أمرك يا جنب الأميرة. مساء
لن أتركك حتى تمنحني شفاء بشفاعة وبركة المكان المقدس ده اللي ما حدش عارف سبب قدسيته ايه. أنا جيت من القسطنطينية لحد هنا لأني مؤمنة إنك زي ما منحت الشفاء لكثيرين قادر تمنحه لنا كمان. دومينيكا، دومينيكا، مين هنا دي؟ أنا صاحب هذا المكان وجسدي مدفون هنا. تمير مينا، جندي مخلص للسيد المسيح، استشهدت على اسمي سنة 309. سمعت قصتك، انت شهيد عظيم. الله يتمجد في قدسيه. احفري هنا هتلاقي جسدي ومعاه صورة محفورة على خشب. حاضر يا مريمين. يختارني انا ويظهر لي، ما استحقش الكرامه دي. فين الجزمه؟ الجزمه يا حراس، يا ناس، يا اهل مريوت. امرك يا مولاتي، في حاجه؟ بصلي كويس، ربنا استجاب وشفاني بشفاعة القديس العظيم مريمينا. مريمينا؟ ايوه، وجسده مدفون هنا. روح بلغ اهل القريه وبلغ البابا اساسا. امرك يا مولاتي. البابا اساسا وصل، البابا اساسا وصل هناك عند الميه، وصل عند الميه. البابا اساسا وصل، البابا اساسا وصل هناك عند الميه. فعلا فعلا يا ابنائي، انها صوره الشهيد العظيم مريمينا. يبقى لازم يا سيدنا تبني لنا كنيسة هنا على اسم مريمينا. ابتدوا انتم في البناء، ولما انتصر بمعونة المسيح على الاريوسيين والامور تهدى هتفرغ لتجميل وتزيين الكنيسة. ربنا يديك كل قوة وبركة وتقدر تنتصر على كل اللي بيحاولوا يهدموا العقيدة الصحيحة. سيدنا قابل صعوبات كتيرة من الاريوسيين وغير الاريوسيين. حتى ولو كان العالم كله ضدي فأنا ضد العالم لأني مع الإيمان الصحيح. تسمح لي يا سيدنا أكون خادم على الكنيسة بعد ما تتبني وحارس على رفات القديس العظيم مريمينا طول حياتي؟ مفيش مانع، بس رفات هيفضل عندي لحد ما تنتهوا من بناء الكنيسة. وحنبتدي دلوقتي في بناء الكنيسة، يلا يا رجالة. اسحب اسحب يا اخويا تيك، بس خلي بالك الحموله تقيله، خليها على الله ربنا يستر. حبيبي يا ابني، كان ايه اللي طلعه فوق ده؟ مش شغلته. اسمته بقى يا هنعمل ايه؟ ابني راح، ابني راح يا مريمينا، راح وهو بيبني في كنيستك، راح بعد ما شافته من الكساح. طب كنت شافته ليه؟ عشان يعيش سنتين وبعدين يموت. يا حبيبي يا ابني، ليه ما مسكتوش يا مريمينا؟ ليه ما سندتوش؟
ليه يا مريمينة ليه؟ بس يا اختي هتموتي نفسك كده. وسايبينه هناك ليه؟ ما جبتوهش جنبي ليه الكام ساعة اللي فاضلين؟ على ايه بس؟ ده انت تعبانه خالص. هتدفنوا امتى؟ هتدفنوا ضنايا امتى؟ بكرة الصبح ان شاء الله. ربنا يعزي خاطرك. ادفنوا هناك مطرح ما وقع في كنيسة مريمينة. ادفنوه عند حبيبه مريمينة. ادفنوه هناك. بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين. بسم الإله الحي القدوس رب الجنود يسوع المسيح. قم قم يا فلاتيكا. رشب علي على الصليب. مين اللي كان بيكلمني؟ ايه اللي نايم على الارض كده؟ في ايه؟ في ايه؟ وفي خلال النصف الثاني من القرن الخامس الميلادي ألحقت بها كنائس ومباني أخرى وأصبحت المدينة الرخامية الشهيرة. ما تخلوش حاجة على حاجة فيها.
بجوارك يا قديس يا شهيد يا مريمي. وبمرور الزمن وبفعل الحروب التي تعرضت لها المنطقة وغارات البربر المستمرة، تهدمت المدينة الرخامية، ثم نهبت كافة أعمدتها الرخامية الملونة على يد لعازر النسطوري. وخلال هذه السنوات اختفى الجسد مرة أخرى وظل هكذا منسياً حتى القرن الرابع عشر. ها لقيت حاجة؟ رخام في رخام، بس ايه رخام على مستوى. رخام ايه؟ خلي الرخام ده اللي بيشتغلوا فيه. بقول لك ايه، دور لنا على حاجه تنفعنا. فرجت فرجت ايه؟ طمني. في صندوق معتبر قوي بس في رخامه كبيره فوقه، بتنزل معايا؟ الحمد لله. ايه فرحني. اسكت معايا. ناولني على مال. اطلع 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 ساعدني. يلا بسرعه شد حيلك. شد حيلك. تفتكر جواي؟ اكيد ذهب ومجوهرات طبعا. اصل الجماعه دولت كانوا بيشيلوا في كنايسهم حاجات غاليه قوي. بقول لك ايه، قبل ما تفتح هنقسم بالنص، انت التلت وانا التلتين. نعم يا اخويا. التلت ليه؟ بنسرق. الله 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 الله. بقول لك ايه، نظام الحمراء ده مش عليا انا، ده انا لحمي مر قوي. خلي الكلاب تنهشوا. تعملوا ايه هنا؟ ابدا 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 ولا حاجه ولا حاجه. طب هات الصندوق ده وتعال ورايا على الوالي. الوالي الوالي ايه حكايتك انت هو وحكايه الصندوق اللي معاك ده؟ ده صندوق جواهر يا جناب الوالي، انا ورثه عن اجدادي. ده كذاب كذاب، احنا كنا ماشيين ولقينا الصندوق ده سوا، طمع فيه وعايز يلهفه كله لوحده. يا جناب الوالي، ده صندوقي انا، ملكي انا. هات الصندوق ده. صندوق مقفول من كل ناحيه. عموما المشكله دي حلها بسيط، كل واحد فيكم يقول لي صندوق فيه ايه ونفتح الصندوق، واللي يطلع كلامه صح ياخد الصندوق، واللي يطلع كلامه غلط هأمر بقطع رقبته. الصندوق ده مش بتاعي ومعرفش جوه ايه. مش قلت لك يا جناب الوالي؟ يعني الصندوق ده بتاعك انت؟ طيب جواه ايه بقى؟ ايوه جواه ايه؟ جواه طبعا مجوهرات، ذهب ومرجان وزمرد وياقوت. يا جدع ما توديش نفسك في داهيه، هو انت تعرف جواه ايه؟ ما نفتح الصندوق واذا بصراحه
بصراحة احنا لقينا الصندوق دوت في الكنيسة الإسرائيلية تحت الأرض في المدينة الرخامية جناب الوالي. أنا شخصيا ما أعرفش جوا إيه اللي في مريوب. أيوة هي دي الحقيقة فعلا. اديهم معاك 7 أيام. أمرك يا جناب الوالي. ومن الصوت اللي جابنا هنا راح فين؟ هتعمل ايه بالصندوق ده؟ كنت اديته للشيخ صمويل وخلاص. استني بس لما نشوف جواه ايه. اصل زمان كانوا بيشيلوا في الكنائس كنوز سمينة فعلا. الله ده في صندوق تاني فعلا جواه. ايه ده؟ يبقى اكيد جواه حاجة سمينة قوي. ايه ده عظم. دي شوية عظم. ايه ده فعلا عظم. الله غريبة قوي بقى كل ده عشان شوية عظم. والمغفلين كانوا فاكرينه كنز ويقولوا ذهب وياقوت ومرجان وزمرد. غريبة قوي. هتعمل ايه بالعظم ده؟ ابدا انا هاخد الصناديق واخليهم يرموا العظم ده في اي حتة. هذه كل هنا في الصندوق. خد ارميهم في اي حته. امرك يا جناب الوالي. استنى يا هانس جناب الوالي. انا مش مرتاح للتصرف ده. عظام زي دي لقيناها في صندوق محطوطه بترتيب وعنايه اكيد تبقى عظام مقدسه. مش معقول ترميها زي اي عظام. امال اعمل فيها ايه؟ انا من رايي تتحرق في فرن المطبخ. الحاجات المقدسه اللي زي دي افضل لها انها تتحرق من انها تترمي. طيب خد ودي العظام دي للطباخ وقول له يحمي بيها فرن المطبخ. امرك يا جناب الوالي. مبسوط يا ستي. طلباتك اوامر. ايه مفيش اخبار عن ال طيب انا مش عارف ليه ربنا مش عايز يرزقني بولد يحمل اسمي ومملكتي بعد ما اموت. انا مش عارف عملت ايه في حياتي عشان ربنا يعاقبني بالشكل ده ويحرمني من الذريه. جناب الوالي تاكد اني بتعذب زيك بالظبط ومقدره شعورك ده. انت مالكش ذنب في اللي حاصل. انت ممكن تحقق رغبتك دي مع اي واحده تانية. انا كل امنيتي ان الولد يكون منك انت. يا جناب الولد يا جناب الولد. ايه في ايه؟ العظام. عظام ايه؟ العظام اللي بعتها جنابك عشان ارميها في فرن المطبخ. مالها؟ رميتها والنار ما مسكتش فيها ابدا ونور عمال يطلع منها اقوى من لهيب النار. كلام اللي بتقوله ده مش ممكن. تعالى بس اشوف يا جناب الولد. ايوه يا جناب الولد حاجه مهمه زي دي لازم نشوفها بنفسنا. ايوه صباح الخير يا شيخ صمويل. صباح النور يا ابني. الوالي عايزك دلوقتي. دلوقتي؟ ايوه دلوقتي. حاضر. سلام. سلام حبيبي. هاتي لي الحبايب من جوه يا بنتي. حاضر يا بابا. حاجه غريبه فعلا. ادينا بقى لنا ساعتين دلوقتي والنار دايره حوالين اللفافه والعظم ومفيش اي تاثير. والنور الغريب اللي طالع منه غريبه قوي. تفسروا بايه ده يا شيخ صمويل؟ اللي جوه اللفافه دي عظام واحد من القديسين الشهداء. والعمل ايه دلوقتي؟ طفوا الاتون عشان نقدر نسحبهم من جوه ونرجعهم للصندوق اللي كانوا فيه لحد ما ربنا يرشدنا
عظام مين دي؟ انا مش هسمح لك تاخد الصندوق ده الا اذا قلت لي العظام دي عظام مين. صدقيني يا جناب الاميره ما اعرفش، لكن في الغالب عظام شهيد من اللي استشهدوا في العصور الاولى للمسيحيه. يعني العظام دي ممكن تعمل معجزه لان النار ما مستهاش؟ ربنا بيسمع للقديسين واحنا بنتشفع بيهم. يقول الكتاب في العهد القديم: فصلى ابراهيم فشفى الرب ابي مالك، وقال: ان وقف موسى وصموئيل امامي فلا تكون نفسي نحو هذا الشعب. اما في العهد الجديد فلما جه السيد المسيح واستشهد على اسمه الالاف، فالقصص والحكايات عن شفاعتهم كتير جدا. عن اذنك يا جناب الاميره. استنى يا شيخ صموئيل، يا صاحب العظام دي بترجاك تسمعني، تسمع العبدة مسكينة محتاجة ليه. رجاء في ربنا ان يرزقني بابن، ابن يملى علي حياتي. إلهنا القدوس يا فاحص القلوب والكلى، اعطيها حسب إيمانها، وإن كانت إرادتك توافق طلبتها اعطنا علامة بشفاعة صاحب هذه العظام المقدسة. النور، النور زحف. ربنا أعطانا علامة بإذن الله، هتخلفي يا مولاتي بإذن الله. أشكرك، أشكرك يا رب، أشكرك أيتها العظام المقدسة. من النهاردة الصندوق ده أنت مسؤولة عنه. حاضر يا بابا. ودايما ترتلي وتسبحي قدامي. حاضر يا بابا. بس ليه يا بابا؟ زي ما طلع نور ما يطلعش صوت ويقولنا عظام مين دي؟ يا بنتي ربنا هيكشف لنا كل حاجة في الوقت المناسب وبالطريقة اللي يشوفها هو. احنا ما نفرضش طريقة معينة على ربنا، لأنه ما أبعد أحكام الله عن الفحص وطرقه عن الاستقصاء. طب ليه يا بابا أجساد القديسين ليها كرامة خاصة؟ شوف يا بنتي، الكنيسة بتنظر لأجساد المؤمنين كلهم نظرة لها قيمة، لأن أجسادهم اتحدت مع جسد الرب يسوع المسيح بسر الإفخارستية. والمؤمن اللي يداوم على التوبة والاعتراف والتناول باستمرار بيبقى جسده بيشترك في النفس الإنسانية في جهادها الروحي، وخاصة أجساد الشهداء اللي قدموها ذبيحة حب ورائحة بخور أمام عرش الله. شوفي مين يا بنت. سلام يا أهل. سلام محبة، أهلا بيك يا بنت. أهلا يا بونا. الشيخ صموئيل صاحب الديوان وشيخ الضيعة؟ خدامك يا بونا. أنا الراهب إسحاق من البلاوي. زارتنا النعمة. النعمة والبركة في بيتك يا شيخ صموئيل. هو ده الصندوق اللي لقوه العمال تحت الكنيسة الأثرية اللي مدفونة تحت الأرض؟ أيوة يا بونا. امبارح بالليل بعد ما صلينا صلاة منتصف الليل دخلت قليتي، وقبل ما انام لقيت بقعة نور في وسط أوضة، مع إن الفجر كان لسه بدري عليه. وشوية شوية ابتدى النور يزيد يزيد، وظهرت صورة قديس وشهيد عظيم، وقال لي إن العمال سرقوا الصندوق اللي فيه رفاته، وان الوالي امر ان الصندوق ده يبقى عندك يا شيخ صموئيل. وما قالكش هو مين؟ الشهيد العظيم والقديس ماري مينا العجيبي. ماري مينا العجيبي؟ تباك تباك يا الشهيد العظيم تباك. انا مش مصدقه جسد القديس ماري مينا احنا في بيتنا. انا ما بنستحقهاش.
وقال لي كمان انه لازم الصندوق ده يفضل عندكم لغايه ربنا ما يرتب ما يراه مناسب. بنتك دي؟ ايوه ست القط. متزوجه؟ لا يا بونا، انا ندرت نفسي عروس للمسيح، وده دين الحق في رعايه جسد مريمينا. ربنا يباركك يا بنتي، على اذنكم. اتفضل يا بونا. شيخ صموين، اهلا وسهلا. سلام يا بونا. سلام والنعمه. اهلا يا بنتي. سلام. أهلاً يا بونا. انا تحت امرك، اول ما المرسال بتاع قدسك وصلني جيت على طول. خير؟ في الحقيقه يا شيخ صموين انا مكلف من قبل البابا بنيامين لاقناعك انك تحضر جسد القديس مريمين العظيم عشان نضعه هنا في كريستو بفم الخليج. ليه تحرمنا يا بونا من بركه جسد مريمين؟ اجساد القديسين يا اخوتي لازم تحفظ في الكنائس، والبابا بنيامين بيرجوكم بيرجوكم تسلمونا جسد القديس مريمينا. بس الناس في بنها يا ابونا هيزعلوا لما يعرفوا ان احنا فرطنا فيه وادناه لكم. بابا كلام ابونا يوحنا صح، لان مريمينا ظهر لي امبارح وقال لي كلمتين ما فهمتهمش غير دلوقت. قال لي انا همشي من هنا لمكان تاني. وده معناه انه موافق على نقل جسده. على كل حال احنا لازم نطيع الامر ولو اننا هنحزن لفراقه. بس يا ابونا دي كنيسه صغيره وقديس عظيم زي مريمينا لازم تتبني له كنيسه كبيره تليق بمكانته. نضعه هنا دلوقتي لحد ما يرتب ربنا ما يراه صالحا لقديسه. كل شيء يا اخوتي بموعد. عندما وقع الاختيار الإلهي على صديق حميم للقديس مينا والراهب القمص مينا المتوحد ليكون البابا كيرولوس السادس، فكان هذا إيذانا بإحياء أمجاد ماري مينا لا في مصر وحدها بل في مختلف بلاد العالم. وقد تم توزيع أجزاء من رفاته المقدسة، جزء ظل كما هو في كنيسة فم الخليج، وجزء آخر وضع بالكنيسة التي أنشأها البابا كيرولوس على اسمه بآخر مصر القديمة. وجزء ثالث نقل لدير مارينينا الذي أنشأه أيضا البابا كيرولوس السادس في صحراء مريوط بجوار المدينة الرخامية الأثرية التي ما زال الناس يأتون إليها لمشاهدة آثارها المتبقية. وتقام الصلوات في هذا المكان مرة كل عام في عيد استشهاده كتقليد بدأه البابا كيرولوس السادس.
لقد ارتبط اسم مارينينا والبابا كيرولوس السادس ارتباطا وثيقا حتى أصبح اسماهما وكأنهما اسم واحد لشخص واحد وروح واحدة. فالكل يقول